ساحرة في الجمال ولكنها قاسية. على مر العصور والأجيال تعلم الناس الذين يعيشون هنا طريقة التكيف والبقاء على قيد الحياة وسط تلك الظروف القاسية. إنها جبال الظهر، جبال من سلسلة جبال مدين الواقعة في السعودية بالقرب من محافظة حقل تبوك. السلام عليكم، مرحبا بك يا عم، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام، مرحبا بكم في جبال ظهر. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ نعم نحن بخير. يبدو أنكم تشعرون بالبرد الشديد. نحن أتينا من مسافة 1400 كيلومتر. من أين أنتم؟ نحن من الرس. من القصيم؟ من القصيم؟ نعم. أهلا وسهلا بكم، يبدو أنكم لم تذهبوا إلى الجهة الشمالية والجهة الغربية من هناك، والثلج هناك يتساقط بغزارة. نعم سوف نقوم بالذهاب له لاحقا. يبدو أننا في مازق الآن يا إبراهيم، لماذا لم تشاهد ذلك العقم؟ هيا بنا لنقوم بسحب السيارة إلى الخلف. كيف هي الأجواء الآن يا أبو علي؟ وكيف ترى الأجواء من حولك؟ إنه جو جميل، يا للروعة. هيا بنا بسرعة، هيا.